ركلة الجزاء عن طريق أولى جون. أولى جون، وتظن أنك نجوت ثم يهزمك أولى جون. هدف حزماوي في الوقت الأخير، في الثواني الأخيرة، في الرمق الأخير. يعلمون أهمية هذه النقاط، إذن كل شيء يتجه إلى ثلاث نقاط حزموية. أولى جون بالثقة وضعها على يمين فلاديمير، نفذها لأنه يعلم بأنه سيسجلها. إذن الهدف في الوقت الأخير في الثواني.